سيتغير سعر صرف الدولار في الموازنة؟ ترجح أوساط نيابية تمرير قانون موازنات 2021 الأسبوع المقبل بعد حسم حصة الكرد. منذ إعلان تغيير سعر الصرف إلى 145 دينارا للدولار الواحد جوبها باعتراض عدد من الكتل السياسية في منتصف الشهر الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية عن عدم قدرتها على تغيير سعر الصرف، لكن ائتلاف دولة القانون لا يزال يدعو إلى خفض سعر صرف الدولار، فيما راهن أعضاء تحالف الفتح التصويت على الموازنة بإرجاع سعر صرف الدولار إلى 1119 دينارا للدولار الواحد. ولجنة تنفيذ البرنامج الحكومي طالبت بإعادة سعر الصرف ليكون 1300 دينارا للدولار الواحد. عمار طعمة النهج الوطني نشر وثائق أمضى عليها 113 نائبا لتغيير سعر الصرف إلى 1300 دينار للدولار الواحد. المالية النيابية قالت إنه لا يمكن تغيير سعر الصرف باقتراح البرلمان أو بتوقيع البرلمانيين. وسائرون وصفت رهان التصويت على الموازنة بخفض سعر الصرف بالمزايدة السياسية.